أشياء كثيرة في هذه الحياة يصعب فهمها، يمر عليك أناس كثيرة بأفكار غريبة بنظرات غريبة، تراهم تقول هل هؤلاء بشر مثلنا؟ لماذا هذه النظرة المتعالية؟ لماذا هذه المحاولة اليائسة لكي يصنفوا أنفسهم بأنهم يختلفون عن باقي البشر، يظنون أنفسهم أنهم خير من باقي البشر، دائما يبحثون عن أشخاص حتى يمارسوا عليهم هذه الممارسة السيئة، لأن المتكبرين لا يستطيعوا أن يعيشوا محصورين في بيوت، في قصور، في جزر، لا، المتكبر دائما يبحث عن سوق له، يريد أن يستعرض، يريد أن يقدم نفسه بطريقة تختلف عن باقي البشر، لذلك حتى نظرته مرات كثيرة تكون نظرة إهانة للآخرين، أتظن أن هذا شيء جميل؟ إنما هذا مرض، مرض في النفس، وتبحث عن علاج له وتعتقد بأن العلاج هو أن تهين الآخرين وأن تقلل من قيمتهم. مرات هؤلاء الناس الذين تتكبر عليهم لا تعرف مستوى ثقافتهم، لا تعرف معنى العلم الذي عندهم، أي مستويات لديهم، ربما لا تفهم أن أجمل ما في هؤلاء الذين تتكبر عليهم أنهم أناس بسطاء متواضعين، لم تغرهم الشهادات ولم يغرهم الجاه، لذلك يسيء الظن فيهم هذا المتكبر عندما يراهم في الطريق، دائما يبحث عن أشخاص حتى يمارس هذا التكبر، لأنه إذا لم يمارس هذا التكبر لن يشعر بالراحة، رغم أنها الحقيقة ليس راحة، إنما هو مرض ليس أكثر.